استاذ محمد، هو اول عمل سينمائي يشتغله برضو كان مع حضرتك، حب في الزنزانة. حب في الزنزانة. اولا هو الفيلم كله بديع، يعني قصة واخراجا واداء تمثيليا لسعاد حسني وعادل امام، وكان اعادة اكتشاف حتى لعادل امام بطاقات تمثيلية مختلفة ومزيكا، يعني هو كان حاجة متكاملة. بس تهيأ انه كان صعب شوية، صعب التنفيذ. هو طبعا حب في الزنزانه احنا كنا عملنا مع بعض بقى، وقال طبعا بابا عبده، وقال البحر، وابو هشام العيله عصام البشري من سيام، كمان يعني، واخو البنات وليله القبض على فاطمه، كل ده كنا عملناه. وبعدين بنعمل بقى، فانا طبعا كان مونتير الاستاذ سعيد الشيخ، وده طبعا راجل شيخ المونتيرين يعني. انا بالنسبه لي كنت سعيد جدا ان انا هشتغل مع الاستاذ سعيد شيخ كمونتير. هنا في السينما المونتير بيبقى مسؤول مسؤوليه مباشره عن تركيب المزيكا. فانا قلت له انا يعني ان شاء الله استاذ عمار ولا عم، فصعب. قال ازاي؟ دي صورة يا ابني، يعني ازاي انت تتصور انه؟ قال لي لا، ممكن بيلحن كويس جدا ومعروف انه ملحن كويس، وأظن لازم حد لكن يبقى شايف في عشان المشاهد وهي تركيب بتتقطع. المزيكا، لان الموسيقى التصويرية في السينما بالتحديد لابد انها تبقى إيقاع. لها يعني زي ما بيقولوا مقاسات يعني، او المزيكا بتتغير مع تغير الصورة. انا مش عارفه هو عادل امام كان بيعمل الحركات على المزيكا ولا المزيكا تركبت على الاشارات، يعني كان في لو لا احنا لو احنا بنتكلم صور. على كلمه البلاغه يا استاذ محمد، المشهد ده كان كله بلاغه في تصويره وفي ادائه وفي مزيكته، ايه اللي اتعمل على ايه؟ هو لا اتحصل طبعا، التصوير اتعمل الاول، بس وفي اثناء التصوير كان في، لانه اصله مشهد عاطفي، فالايقاع بيبقى موجود في العاطفه، سواء في حركة الإنسان أو في المزيكا، العاطفة بتخلق هي إيقاعها. فكان مجرد شحن الفنان سواء عادل أو سعاد بالموقف نفسه، فخلى إيقاعهم. أما جه عمار يألف عليه مزيكا، ما كانش صعب حتى النقلة. فكان قلت له لا، قلت أستاذ سعيد الشيخ، قلت له طب اديني فرصة هقعد مع عمار انا هو على المافيولا، كان زمان مافيولا بقى ومفيش الحاجات الحديثه دلوقتي. وعمار جاب معاه الستوب ووتش، وبوصف له بقول له هنا عادل بيشاور فبيجي معلم، هنا سعاد بتشاور يجي معلم، هنا عادل، هنا لا سعاد، ايه اللي انت بتقوله ده يا استاذ هنا محمد؟ معلش معلش، ايه اللي بتقوله؟ ايوه لا يعني ايه يعني كان قاعد ب ستوب ووتش معاه كويس وباحساسه طبعا. يعني هو عمار من النوع اللي بيحفظ يعني، انت كويس بتحكي قوي. له تقول له هنا قطعه، هنا بقول له هنا عادل بيشاور، هنا سعاد بتشاور، هنا بالمشاوره الحركه زادت شويه، هنا الاشار بطار ووقع على السلك الشائك، هنا كل ده وهو عمال. وفوجئنا فعلا طبعا، كان الاستاذ سعيد شيخ متردد جدا، حتى لما جبت له المزيكا قعد مدة مش عايز يسمعها ولا يركبها. قلت له بص جرب، وبعدين على فكرة عمار صديقنا، فلو حبيت انه يغير هيغير يعني، لو لقيت مزيكا مش راكبة الراجل مش هيقول لا، ومستعد يعني يغير تاني يعني. فهو بيركب مزيكا فوجئ بانها منطبقة بدون اي فواصل، بدون جزء من الثانية.